انا فاتح المايك يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ مساء الخير. الحمد لله تمام، مساء مساء النور. النور. الحمد لله اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. طب الحمد لله، الحمد لله، يا رب تكونوا بخير يا رب. ما هو العدد قل صح كده ولا انا حاسس غلط؟ لسه ما دخلوش او حاجة. ماشي ماشي. انا معاك وانا فاتح اهو حاجة لحد بقى ايه ما نشوف بقى نعمل ايه. انت معانا هنا بكري؟ بكري انت معانا ولا لأ؟ طب نبتدي يا شباب، انا شايف ان احنا نبتدي احسن. ماشي تمام. ماشي ماشي ماشي. انا اهو دلوقتي اهو. ازيكم؟ عاملين ايه؟ صح، انتوا اخباركم ايه؟ حد اشتغل على الشيت اللي انا كنت بعتهوله المره اللي فاتت ولا سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كويس، انا كويس والله. تمام، واحنا كويسين. ماشي، طب الحمد لله، الحمد لله. ماشي. المره دي بقى يا شباب، بقى انا جايب لكم حاجه بقى كده هتعجبكم قوي والله. بصوا، حاجه كده بيستخدمها الداتا اناليست. حد قبل كده سالني على الداتا اناليسز او محلل البيانات، صح كده؟ حد هنا سالني عن الموضوع ده؟ حد سالني ولا؟ ايوه انا. بص يا شباب، من اهم التحليلات او اهم الحاجه اللي انت هتشوفها كان انت بتشتغل كداتا اناليست، وهي البيفت تيبل او الجداول المحوريه. وانا هنا ان شاء الله جاي احكي لك عن رحله الجداول المحوريه او البيفت تيبل وازاي اشرحها. تمام كده يا شباب؟ فانا هنعمل ونقول الو اهو دلوقتي. نعمل ماشي، نروح عاملين كده شير جميل ونعمل على دي. شايفين اللي انا شايفه؟ ايوه. طب سامعين اللي انا سامعه ولا لا؟ تمام. المهم يعني اللي انا عايز اوصله لكم، طبعا الجدول الجميل ده اللي معانا بقاله تلات، دي كده تالت محاضره. الجدول ده بيحكي لنا عن دلوقتي رقم الموظف، اسم الموظف، المسمى، راتب الموظف، رقم موبايل. لما احنا كنا الاول كنا بنحسب احنا عايزين كام محاسب، كنا بنعملها بكاونت ايه. فاكرين الموضوع ده ولا لا؟ كاونت اف قصدي. طب عايزين نحسب الرواتب بسام اف، فاكرين الموضوع ده؟ ايوه. تمام. لا انا عايزكم كده، ايوه كده، بس ما بصوت عالي كده بس لو سمحت يعني. طيب كده اعلى حاجه. حاضر ماشي. هي كاونت جماعات، كاونت وسام اف، دي كانت في المحاضره الاولى صح؟ بالظبط بالظبط. كاونت ايه وكاونت اف وسام اف والكلام ده. سام اف عشان نجمع الرواتب، وكاونت اف عشان نعد كام محاسب وكام مهندس وهكذا. المره دي بقى انا جايبها لك في طريقه اسرع ما يمكن، وهتشوفها بطريقه تحفه. بصوا يا شباب، الداتا دي انا عايز الخصها. تلخيصها ازاي؟ هنيجي نقف في اي حته في الجدول هنا كده، ونروح دايسين على كلمه انسرت. انسرت اهي، انسرت دي، ونروح دايسين على كلمه بيفت تيبل. بيفت تيبل اهي. فبيقول لي هو كده بيحدد لي الحاجه، بيقول لي الرينج اهو من اللي هو التعليم اللي هو متعلم عليه، اللي هي النقط اللي متحدد عليها دي. تمام. بيقول لي انت عايز النتيجه تشوز وير بيفت تيبل بليسد، يعني انت عايز البيفت تيبل ده يتحط في نيو ورك شيت ولا في اكزيستنج. اقول له خليها في الاكزيست، الاكزيست ده اللي هو هنا. فبيقول لي طب فين اللوكيشن؟ اقول له اللوكيشن حطه لي هنا كده. ندوس اوكي. فراح حاطط لي البيفت تيبل ده، او البيفت تيبل اهو كده يا شباب اهو. تمام. البيفت تيبل مكون من اربع خانات تحت كده اسمها فلتر وكولوم. كولوم يعني ايه يا جماعه؟ كولوم يعني عمود. عمود. العمود اللي هو هيبقى كده، اللي هو العمدان اللي بتبقى نازله هنا كده. تمام. وكرو، رو اللي هي الصفوف اللي هي بتبقى نازله كده، اللي هي 1 2 3 4 وهكذا. وعندك
الفاليو، الفاليو دي اللي هي النتيجه او الحاجات اللي بتعمل فيها كالكوليشن او معادلات حسابيه، والفلتر دي هنشوفها بعدين. دي مكونه من اربع فلاتر اهو، من اربع قصدي مربعات، ومربع كبير بيبقى فيه الخانات بتاعه الداتا دي اللي هي ايه، رقم الموظف، اسم الموظف، المسمى، رقم اللي هو الدولار. تمام كده يا شباب؟ كده انتوا معايا لحد هنا؟ تمام شباب. تمام حضرتك. طب نفترض مثلا انا عايز اعرف كم محاسب، تمام؟ فهنيجي نشد المسمى الوظيفي ده، هنشده كده هنا كده في الرو، فنزل لي كل الحاجات تحت بعض. خدت بالكم اهي، ما هي في الرو اللي هي 1 2 3 تحت بعض. ونروح بقى المسمى الوظيفي دي، او انا عايز اعرف كم محاسب، فنشد بقى اسم الموظف هنا. اسم الموظف لو تلاحظوا اتعمل له كاونت. كاونت ليه؟ لان اسم الموظف بيتعد مش بيتجمع، فاهمين قصدي؟ كاونت بتيجي مع العد، صم بتيجي مع الجمع، فاهمين؟ تمام. فهو بصوا لو تلاحظوا قال لك 9 اداريين وواحد مهندس واثنين مبرمجين. خدتوا بالكم من اللقطه دي؟ اللقطه دي حلوه جدا على فكره. طب معلش، هو ايه الفرق بين الجمع والصم والجمع؟ طب هما الاثنين بيجمعوا. تاني كده معلش، علي الصوت شويه والنبي. الفرق بين الصم والجمع، ما هما الاثنين جمع. صم وكاونت قصدك ولا ايه؟ مش فاهم حاجه. صم وكاونت اه، هما الاثنين هيعدوا لي وهيجمعوا. لا، في فرق، في فرق. لما انا اقول له انا عايز مجموع الرواتب، او عايز اعرف كام واحد في الرواتب. طب بصي كده ركزي معايا، مين اللي كان بيتكلم؟ دي بسمه. اسماء. اسماء، بصي يا اسماء، بصي الحته دي يا اسماء، لحظه كده. لا لحظه اهي، بصي كده يا اسماء دلوقتي. تمام. دولت كام؟ مجموعهم كام؟ 19 صح؟ اه. بس عددهم كام؟ 6، اللي هو 1 2 3 4 عدد الوظائف 6. نعم؟ يعني قصدي حضرتك ان عدد الوظائف 6 بس مجموع رواتبهم 19 مثلا؟ بص يا ستي، دولت عدد المسمى الوظيفي اللي في الشركه. يعني مثلا تمام. مثلا كل واحد اللي هو المسمى الوظيفي، يعني كل اداري هم كام مسمى وظيفي؟ احنا عندنا 6 مسميات وظيفيه. طب كل بقى موظف جوه المسمى ده قد ايه؟ في 9 اداريين، 8 10، فكلهم على بعضهم 19. في فرق شاسع. تمام تمام يا اسماء، فاهم قصدي؟ تمام اه فهمت. يعني هو عدد كعدد وظايف كذا، والمان باور بتاعهم كذا. بالظبط صح كده يا جماعه. صح كده؟ صح كده. تمام. فكده يا جماعه احنا لما جينا بصينا الحته دي، جبنا المسمى الوظيفي هنا والكاونت هنا. طب ايه رايكم انا عايز اعرف مجموع رواتب كل حته؟ يعني الاداريين دولت مجموع رواتبهم كام؟ القانوني قد ايه؟ المبرمج قد ايه؟ وكده. هنيجي شفت انت راتب الموظف ده، وهنسحبه تحت هنا كده. هو اوتوماتيك عملها لي صم، اللي هو جمعهم لي. جمع لي عشان هي ارقام مش عدد، فاهمين قصدي ايه؟ حد فاهم ولا لا ولا ايه؟ اه تمام. يعني بصوا لو تلاحظوا في 9 اداريين مجموع مرتبهم 25000 جنيه، وفي 4 محاسبين مجموع مرتبهم 12000 جنيه، وهكذا، فاهمين قصدي ايه؟ طب تمام. تمام. طب ايه رايك مثلا يا عم محمد، طب احنا عايزين نزود حاجه تانية. طب ايه رايك مثلا ناخد بس البيفت تيبل ده كده على الشمال شويه. تمام. طب ايه رايك يا عم محمد مثلا عايزين نزود حاجه تانية، مثلا نزود زي ايه؟ مثلا عايز اعرف متوسط مرتب كل موظف في كل قسم. يعني قسم المحاسب ده او المسمى الوظيفي المحاسب ده المتوسط بتاعهم قد ايه؟ هنروح جايبين الراتب ده كده ونحطه هنا كده، ونختار بقى هنا كده نقول له، شفت حاجه اسمها فاليو، فاليو فيلد سيتنج اهي، ونقول له احنا عايزين المتوسط اللي هو اسمه ايه؟ اسمه افريج. شايفين يا شباب ولا لا؟ انتوا فاهمين اللي انا بعمله ولا لا؟ تمام. بصوا يا شباب، احنا عملنا ايه الاول؟ احنا اول حاجه جبنا المسمى الوظيفي كله، تمام؟ وبعد كده جبنا عدد الموظفين اللي المسمى الوظيفي بتاعهم اداري مثلا، وبعد كده جبنا مجموع القسم ده، مجموع مرتباتهم، وبعد كده جبنا متوسط مرتباتهم. حد فاهم حاجه ولا لسه؟ تمام. لا انتوا مش فاهمين، في ناس مش فاهمه. اللي مش فاهم يا جماعه يعني بصوا، وممكن بقى بصوا بقى نعمل بقى حركه حلوه قوي. شايفين المسمى الوظيفي دي ممكن نخليها فوق هنا. بصوا لو تلاحظوا اهي بقت كلها هنا، بس طبعا الشكل مش جمالي. يعني الشكل مش قد كده، لكن لو انت خدت المسمى الوظيفي وخليته في الرو هيبقى شكله كده احسن.
طب ايه رايكم نجرب في حاجه اكبر شويه؟ ها حد يساعد معايا قبل ما نخش في اللي بعديها؟ باشمهندسين شباب طب ماشي انا ممكن خليكي معايا اسماء، علي صوتك بقى شويه بعد اذنك. تعالي ماشي بصي بقى هنا، بصي يا ستي، دي شويه داتا. الداتا دي عباره عن اسمها، الداتا دي بتاعت شركه اسمها مجموعه الاهلي للتجاريه، مجموعه الاهلي التجاريه. تمام، انا بسجل ما تمام تقلقوش. مجموعه الاهلي التجاريه، تمام؟ بيديني بقى ايه ان الطلب كود بتاعه قد ايه عشان يبقى متميز، الوكيل بتاعهم قد ايه، الواجهه دي في مصر ولا فين، الكميه قد ايه، النوع، النوع اذا كان جيد جدا ولا لا، التاريخ، تكاليف الشحن، التكاليف ده كتير قوي. طب دلوقتي لو انت دلوقتي يا اسماء صاحبه شركه، تمام معايا كده؟ تمام اه ماي هل انا هيجي لي الريبورت ده كده انا هبص له؟ المديرين او اي حد بيبقى في المنصب الاعلى بيحب التفاصيل الصغيره، بيحب الحاجه الملخصاتيه. انت بتلخصي الحاجه، فاهمين؟ فانتوا هتعملوا ايه؟ طب دلوقتي انا هبتدي يا اسماء وانت تجاوبي معايا، تمام؟ انا هقف في اي حته كده، انا هشوف مثلا النوع، اشوف النوع في كام كميه اتباعت من انهي نوع؟ يعني ايه اكتر، انهي اكتر نوع باع كميات، تمام؟ اروح واقف هنا كده تمام. واعمل انسرت وادوس على كلمه بيفت تيبل، فهيقول لي انت عايزه في نيو ورك شيت ولا في اكزيست؟ لا انا اقول له انا عايزه في نيو بقى، في نيو. بصي هتلاقيه فتح لي شيت اهو جديد اهو، واخد تمام النوع كده احطه في الرو، واخد الكميه احطها في الفاليو، تمام؟ فايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ بصي شفتي لخص الدنيا ازاي؟ ونعمل كده. قال لي ان اكبر نوع 86000 قطعه اتباعت من النوع ممتاز، و77000 قطعه من النوع جيد جدا، و73000 قطعه من النوع جيد. كده وصلت ايه شويه؟ تمام يعني احنا كده احنا لخصنا. انا عايز سؤال بقى، اتفضلي. هو انا كده ممكن اعمل البيفت تيبل ده على حاجات معينه من الداتا كلها، صح؟ مش ان انا اقسم الداتا دي، مش ان انا اخلي الداتا دي كل الداتا اللي في الاكسل ده في البيفت تيبل، صح؟ لا انت بتلخصي، ده تلخيص، ده تلخيص عن نقط معينه جوه الداتا، مش ايوه على الداتا دي بصي كلها، صح؟ بصي يا اسماء، ما هو الريبورت عندنا، انا ايه اللي هيخليني ابص في الريبورت؟ انت لما بتيجي تعرضي حاجه لمديرك بتبقى عايزه تلخصي الحاجه، فاهمه قصدي ايه؟ ده البيفت تيبل ده يا اسماء، ده من اهم 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 حاجه في الاكسل، انت فاهمه يعني؟ بصي يا اسماء، بصي ركزي كده، بصي الداتا دي قد ايه؟ الداتا دي 200 اسم او 200 طلب، في داتا تانيه بتبقى بال 2000 وبال 10000 وفي بال 100000 كمان. يعني انا لسه كنت في شغلي كنت بسحب سنه ونص، كانت طالعه لي اقسم بالله 300000 او 270000 رو، فاهمه يعني 270000؟ فاهمه؟ تمام. فده استحاله تتابعي كل حاجه يا اسماء، فاهميني؟ التفاصيل، بصي دولت 200 ده رقم عبيط على فكره، رقم صغير جدا، وبرده انا مش هقعد امشي واحد واحد واتابع حاجته، انت لازم تلخصي الحاجه زي كده. يعني انا دلوقتي صاحب شركه تمام اسمها الاهلي التجاريه، انا عايز اعرف ايه المنتجات اللي بتتباع عندي اكتر، فانا اروح اعمل بيفت تيبل اهي. قال لي بص، قال لك انت عندك النوع ممتاز ده اهو، قال لك انت عندك النوع ممتاز ده بيتباع منه اكتر حاجه خالص 86000 قطعه، تمام؟ والنوع جيد جدا تمام ده بيتباع بعديه، والنوع جيد ده بيتباع بعديه، فاهم قصدي؟ تمام تمام. طب ايه رايك نبص على حاجه تانية يا اسماء؟ يعني قولي لي كده ممكن ايه اللي يتلخص من الجدول ده تاني؟ مثلا اكتر كميه بتتباع من انهي بلد، وسعرها وبتبقى تكاليف شحنها قد ايه؟ بجد بجد يا اسماء، يعني انت تحفه الصراحه. تعالي يلا نبتدي اهو، نعمل اهو انسرت، نقف هنا في اي حته في الجدول، ما ينفعش تقفوا هنا، لان لو وقفتوا هنا وتيجي تستو انسرت مش هيعمل لك حاجه، لازم تقف في الجدول. انا بقف فين بقى؟ في اي حته في الجدول، في اي حته هنا. طب ماشي، هو اشمعنى اي حته ممكن اقف مثلا فيها وما اقفش عند الواجهه؟ لا مش فاهم. يعني انا دلوقتي اقف في اي حته، حضرتك قلت في حته ما ينفعش نقف فيها، اللي هي انهي حته؟ يا بنتي اي حاجه، اي حاجه بعيد عن الجدول ده، يعني من اول هنا كده لحد هناك خالص، يعني توقف في اي حته هنا كده، ما توقفيش في الاخر في خليه فاضيه بعيد عن الجدول ده، فاهمه؟ في الجدول نفسه. ايوه بالظبط، ماشي تمام. اوف يا ستي على العنوان من فوق كده وخلاص، تمام. يبقى انسرت تمام. بيفت تيبل. معلش هندسه، انا دلوقتي دخلت متاخر بس عشان كان عندي مشكله في الصوت، دخلت في النص كده مش فاهم. انور 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 انت جيت في الوقت المناسب، خليك معايا وهتعرف ايه اللي انا بقوله. اللي احنا بنقوله دلوقتي يا انور، احنا بنقول ان دي داتا كبيره، فاحنا عايزين نلخصها في نقط صغيره،
عشان طبعا انت تفهم الداتا دي بتتكلم عن ايه. وكمان لو انت بتعرض الشغل ده لمديرك يبقى تبقى انت بتعرضه بشكل منمق وبشكل منسق، وكمان المديرين خلقهم بيبقى ضيق ان هم عايزين الحاجه تبقى ملخصه، فاهم قصدي ايه؟ تمام. تمام. فاحنا دلوقتي عشان نلخص الداتا دي انور هنعمل ايه؟ استاذه اسماء معانا بقى، انت معانا يا اسماء صح؟ يلا اسماء دي اسمع بقى مني انا واسماء وهنشوف هتفهم ايه. هتقف في اي تمام حته كده في الجدول وندوس دايس انسرت وبعد كده بيفت تيبل. فبيقول لي انت عايزه في ورك شيت، يعني في حاجه جديده اللي هو ورك شيت جديد، ولا في اكزيست؟ اقول له لا انا عايزه في اكزيست. فبيقول لي اللوكيشن انت عايزه فين؟ اقول له انا عايزه هنا هنا كده، يعني يطلع لي بيفت تيبل من اول هنا. فاهم يا اسماء؟ هو كده هيطلع في نفس الشيت ده. ايوه تحت في اول حته في هنا. تمام. فهنعمل اوكي تمام. اهو ندوس اوكي اهو ابتدى يظهر لي هنا. انت قلتي بقى ايه يا اسماء بقى، انت عايزه تلخصي ايه؟ قولي لي كده نفتح اكتر تاني اهو. كمية يعني انهي بلد بيتباع فيها والشحن بيكلفنا فيها قد ايه؟ الله عليك اهو. انهي بلد؟ تعالى كده بسم الله الرحمن الرحيم. الواجهه مش دي الواجهه؟ الواجهه ايه؟ الامارات، السعوديه، ما اعرفش ايه، صح كده؟ تمام. واكتر كميه بتتباع فيها هنروح ساحبين الكميه كده نحطها في الفاليو، لان ما ينفعش نحط الكميه هنا في الرو. عارفه لو انا حطيت الكميه في الرو اللي هيحصل اسماء ولا لا؟ كمية في الرو مش هتعدها عكس. هتعدها، هتنزل زي ما هي. بصي بصي انا هعمل كده اهو. بصي بصي ايه اللي هيحصل. بصي رقم ولا ليه اي فاهم؟ مش فاهمين ايه ده، فاهمه؟ ما هو الرقم هو بصي نزل تحتيه كده. ف يعني بيقول لك ايه، ان الامارات باعت ب 343 و 445. انت عايزه التلخيص، انت عايزه الجمع بتاعها، فاهمه؟ فتاخديها هنا كده، او الكميه يا ستي لو انت حطيتيها هنا. بصي لو انت حطيتي الكميه هنا اللي هيحصل، بصي في الكولوم، بصي يا لهوي، فاهمه؟ فانت بتروحي عامله ايه الكميه انسب حاجه ليها. انتوا فاهمين يا جماعه غير اسماء ولا لا؟ انتوا معايا؟ تمام. مع حضرتك تمام. تمام. هناخد الكميه ونحطها في الفاليو. بصوا اول ما حطيتها في الفاليو هو عملها لي صم. يعني ايه صم؟ يعني جمع لي كل الكميات اللي تخص الامارات، جمع لي كل الكميات اللي تخص البحرين وهكذا. طب لو انت عايز مثلا، يا عم نفترض ان انت مش عايز تجمع الكميات، وليكن انت عايز تجمع الافريج، يعني تقول لي متوسط الكميات بتاعت كل شركه، بتاعت كل بلد ايه. هتروح دايس هنا كده وتروح في حاجه اسمها فاليو فيلد سيتنج اهي، ويطلع لك الحسابات اللي انت عايز. تمام. بيقول لك الكاونت لو انت عايز تعد الكميه، الافريج انت عايز تطلع المتوسط، الماكس بيقول لك دي اكبر كميه طلعت قد ايه، الماكس الماكسيمم اللي هي ايه يا جماعه الماكس دي؟ الجو باللبن، الجو باللبن اعلى قيمه، اعلى قيمه صح، اعلى قيمه. المين اقل قيمه، في برودكت وفي كاونت نمبرز وفي تفاصيل كتير جدا انا مش عايز اخش فيها. هو اغلبيه اللي احنا بنحتاجه الكاونت، الافريج، الماكس، المين والحاجات دي. فاحنا عايزين الصم هي هي زي ما احنا ماشيين، صح كده يا اسماء؟ معايا اسماء؟ تمام. يلا بينا نكمل. انت قلتي ايه؟ اعلى قيمه لكل بلد وتكاليف الشحن بتاعتها، ونسحب تكاليف الشحن تمام. جنبيها هنا يا اسماء. بص اهي، خدتي بالك؟ ممكن مثلا نفلتر نعمل. بصي يا اسماء بقى، لو انت عايزه تطلعي اعلى قيمه فوق، يعني اعلى قيمه في اول الجدول من فوق، تروحي تدوسي كده كليك يمين، وفي طب حاجه انا اسمها ممكن سورت. ليا سؤال بس بعد اذنك؟ اتفضلي. طب احنا امتى الحاجة اللي هنعرفها امتى نحطها في الفاليو وامتى نحطها في الرو؟ يعني نعرفها منين؟ طب ان انا دي هقول لك مصدر انا على تتحط حاجه، في الفاليو. هي باللوجيك كده، اتفضل. باللوجيك يعني بالمنطق كده. نفترض هل تتوقعي مثلا ان انا احط تاريخ الشحن ده في الفاليو؟ لا طبعا. ما هو تاريخ الشحن ده ما بيتجمعش، التاريخ ما بيتجمعش، تمام. لكن احط مثلا التكلفه، تكلفه البضاعه، ما التكلفه دي عباره عن ارقام فبتتجمع، فاهمه؟ تمام. يعني لكن مش هينفع احط مثلا الوكيل، الوكيل لو انا حطيته في الفاليو هيعدهولي لكن مش هيجمعهولي، فاهمه قصدي ايه؟ يعني تمام. هيعد يقول لي كام وكيل تبع بلد ايه، لكن وهقول لك دلوقتي، هوريها لك دلوقتي. تمام. طب احنا كده وصلنا تمام. كده اسماء كده الرقم ده صح؟ أوه. الو، ندوس كليك يمين هنا في حاجه اسمها سورت. سورت يعني ايه سورت؟ حد يعرف يعني ايه سورت؟ سورت اللي هو ترتيب. ترتيب. فبيقول لي بقى الترتيب من اقل لاكبر ومن اكبر لاقل، فانا خليها من اكبر لاقل. فكده بيقول لك بقى ايه، بصي ركزي بقى في اللقطه اللي جايه دي. بيقول لك ان بلد زي بلد مصر دي كده بايعه او احنا بعنا لها، اللي هي الشركه التجاريه دي بعت لها 38000 قطعه، وتكلفة الشحن بتاعتهم كانت 28000، فاهمين؟ هو انا دلوقتي لما بقف على
مثلا بعمل كليك يمين على بند الكمية، هو اوتوماتيك بيغير بقية الصفوف اللي جنبها. اه طبعا. تمام. بصي ركزي بقى في اللي انا بقوله لك بقى دي. بصي عشان اللي جايه دي فيها تفصيله حلوه قوي يا اسماء، ركزي بقى معايا. مصر دي احنا مجموعه الاهلي التجاريه دي باعت لمصر 38000 قطعه، تمام كده؟ تمام بس لو تمام تلاحظي تكاليف الشحن بتاعتها 28000، مع ان سوريا احنا بايعين لها ب 36000 قطعه، ان هي اقل من مصر، بس تكلفه شحن سوريا اكتر من مصر، خدت بالك من النقطه دي؟ اه ده بقى يدل على ايه؟ يدل ان انا ممكن بكره تكون الكميه بس. مصر قريبه من المنطقه بتاعتهم، فاهمه؟ يعني هم واخدين كميات كبيره بس شحن قليل، فممكن مثلا زي مثلا القاهره واسكندريه كده، يعني ممكن تبقى اسكندريه دي قريبه مننا فبنشحن لها بسهوله، فاهمه قصدي ايه؟ ايوه هو هنا مفتر على الكمية بس صح؟ نعم؟ هو هنا واخد مفتر على الكمية بس، ملوش دعوة بتكليف الشحن. لا مش فاهم. يعني هو هنا هو بيقول هنا هو أكبر حاجة لأصغر حاجة بالنسبة للكمية، وبالتالي هو يعني تكاليف الشحن ايوه، ما انت ما ريليتد هو برضو ما انت لا ما هي هتاخد برضو تطلع معاه بالشحن. ما انت لو دوست هنا برضو مفلتر مثلا من هنا الاعلى الاصغر هيقول لك برضو هنا ان تكليف الشحن هنا اكبر بس الكميات هنا اقل، خدت بالك ولا لا؟ هو ده نفس السؤال اللي انا كنت بسأله حضرتك، ان هو لو فلترت على بند الرول اللي جنبه هيتفلتر معاه ايوه ولا طبعا ده يا بس؟ جماعه ايوه. ما هو انا لو انا ما فلتر، لو الرول اللي جنبه ما اتفلترش معايا يبقى الداتا هتخش في بعض. ما هو تمام. ركزي كده يا اسماء، ركزي. لو انا فلترت على ده بس والرو ده بس او الكولوم ده بس اللي طلع ونزل، يبقى الرقم ده هيبقى قدام البحرين، والرقم ده ما اعرفش هيبقى قدام ايه، الارقام هتتلخبط. فلازم لما اعمل سورت، السورت بياخد كل الكولوم وبيشقلبه، فاهم قصدي؟ ايوه ما هو ده على فكره ده اللوجيك. انتوا فاهمين يا جماعه اللي انا بقوله ولا اشرحه لكم تاني؟ تمام، بس انا كان قصدي ان هو انا هنا عامل شورت على الكميه بس، فبالتالي او بالتبعيه هو هنا بيجيب الكميه المقابله ليها معاه. فيعني مثلا هي اعلى ازيد مش هتفرق، هو كده بيعمل شورت على الكميه بس. طب لا ما انا هو فاهمك. اوريدي بيجيب لا الكميه المرتبطه انا بيها بس مش بيرتبها برضو من اعلى اصغر. يا صبحي اسمعني يا صبحي، انا اللي انا بتكلم فيه حاجه تانية خالص، انا بتكلم فيه ان انت بتحلل بس، طب بص على حاجات تحليليه. طب انا اقول لك على حاجه، بص يا اسماء الحته اللي جايه دي. طب احنا دلوقتي عملنا جدول للكميه وجدول لتكاليف الشحن، خدت بالك صح؟ الو حد معايا؟ طب مع تمام. حضرتك طب ايه مع رايكم لو احنا حضرتك حطينا حاجه اسمها تاريخ الشحن معاهم كمان؟ يعني نبص كمان على تاريخ الشحن. بصوا لما نيجي ناخد تاريخ الشحن ده، تتوقع نحط تاريخ الشحن ده فين؟ حد ممكن يفيدني؟ رو ها رو، في حد تاني الرو عنده؟ نعم الرو الرو، تمام. حد تاني عنده اي استفسار؟ طب تعالوا نجرب، تعالوا نجرب، تعالوا. طب لو انا خدت دلوقتي تاريخ الشحن ده كده وحطيته هنا كده، بصوا اللي هيحصل. وتعالوا كده نظبطها كده ظبطه حلوه كده. في حاجه اسمها ديزاين، بصوا لو تلاحظوا سوريا تحتيها حاجات، لا انا عايز قدامها حاجات. فاجي هنا عند كلمه، حاضر، تيجي هنا عند كلمه ديزاين، حاجه اسمها ريبورت لاي اوت اهي، وتعملها شو ان تابيولر اهي. فدلوقتي لو تلاحظوا سوريا بقت قدامها الحاجه، وبعد كده تعمل حاجه اسمها ريبيت، فبقت قدامها سوريا قدامها الشهور بتاعتها. تمام كده يا شباب؟ كده الكلام كده واضح شويه؟ الو تمام يا أستاذ مع تمام. حضرتك. تمام. بصوا بقى اللقطه اللي جايه دي، اللقطه اللي جايه دي حلوه قوي. بصوا تعالوا بس نشيل الالوانات. بص فبيقول لي ايه؟ بيقول لي ان تاريخ الشحن اللي موجود هنا، او لما حطيت تاريخ الشحن قسمها لي شهر ويوم وتاريخ الشحن. فانا هشيل يا عم الشهر ده كده، واشيل تاريخ الشحن ده كده، واخلي ده كده اللي هو التاريخ اللي هو موجود هنا اللي هو موجود بالمنظر ده. ففي بقى حاجه بقى لا تقدر، حضرتك شلت ايه تاني معلش عشان ما تعال خدناش بالنا. تعالوا نعملها. احنا حطينا تاريخ الشحن اهو، نحط تاريخ الشحن هنا، ايه اللي حصل؟ اللي تمام حصل ايه ده؟ اه لا انا شلت حاجه، اه ثانيه اهو تاريخ الشحن اهو، نحطها هنا كده. تمام هو فين الواجهه؟ الواجهه نحطها فوق هنا بالظبط. فتاريخ الشحن حطها لي بالمنظر ده. فاول ما بيحط تاريخ الشحن، بصوا يا جماعه تاريخ الشحن ده بيقرام شهر ويوم وسنه، فهو راح مقسمها لي قال لي تمام في الشهر بتاعك اهو،
واليوم بتاعك اهو. فانا بقول لا، انا شيل لي الشهر برميه هنا كده، برمي الشهر هنا كده كده انا لغيته، وبرمي اليوم فكده انا لغيتش اليوم. فاهمين قصدي ولا لا لسه؟ لا انا مش فاهمه احنا كده لغيناها ازاي، يعني شلنا الشهر ازاي؟ لا اله الا الله يا حاجة اسماء. هو حضرتك بتدوس على السهم الصغير اللي جنب لا تاريخ لا لا الشحن لا في لا الرول؟ لا 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 ولا اي حاجة. انا بمسك الساق بدوس كده عليه واخرجه بره تمام. بس كده، كده خرج. طب ادخلها تاني اعملها هنا كده. فاهمين؟ فاهمين قصدي ايه يا جماعة ولا لا؟ اه كده ايوه ايوه كده ماشي. ماشي. طب نخرج الشهر اهو ونخرج التاريخ الدي اهو، فكده ابتدى التاريخ الشحن اللي هو موجود هنا كده، اللي موجود هنا كده تمام. فهنا بقى بص بقى، هنا بقى في حركة حلوة قوي في البيفت تيبل هتعجبكم قوي. تدوس عليه كليك يمين، كليك يمين هنا في حاجة اسمها جروب. جروب يعني ايه جروب؟ اللي هو بيعمل اللي يعمل شبه بعض. هوريك دلوقتي يعني ايه جروب. دوس على جروب دي، فبيقول لك الجروب ممكن تعمله جروب بالدي وبالمانث. فانا بقول له لا انا عايزه باليير وبالكوارتر. حد يعرف يعني ايه كوارتر؟ الربع السنوي الربع السنوي بالظبط. الثلاث شهور يعني. بالظبط بالظبط. يبقى خليها باليير وبالكوارتر وبالمانث كمان، خليها بالمانث. دوس اوكي. بص ايه اللي هيحصل. 2017 الربع الاول اهو اللي هو جان فيب مارش، الربع الثاني اهو اللي هو ابريل ماي جون. فاهمين قصدي ايه؟ اه وممكن كمان نشيل المانث دي خالص، يعني نمسك المانث ده نعمل ايه اسماء؟ نعمل ايه عشان نشيل المانث؟ هنخرجه بره. هندوس عليها كده وبعد كده نخرجه بره كده. بص كده يا اسماء احنا تحت لما بنيجي نخرجه بره بنحطه في الرو، يعني ايه؟ يعني احنا لما بنيجي نشيله خالص بنحطه في الرو، يعني ايه بنحطه في الرو؟ يعني بننزله تحت في خانة الرو. بص اقول لك على حاجه حلوه قوي، صلى على النبي. ماشي. شايفه مانس دي؟ هندوس على، شفت السهم اللي تحت ده كده، السهم اللي جنبيها ده تمام. هندوس عليه كده، وفي حاجه اسمها ريموف فيلد. ريموف اهي، ريموف اهو كده. كويس كده يا ستي، اه كده احسن صح؟ ايوه كده احسن ماشي حاضر تمام. ماشي اهو كده اهو. فخليناها ربع سنه وربع، يعني ربع اول ربع تاني ربع تالت وهكذا. فاهمين قصدي ايه؟ بس المنظر ده الصراحه مش عاجبني. عارفين ليه؟ لان هنا 2017 بتتكرر على مدار الوكاله كلها، السنين الواجهات كلها. يعني انت 2017 سوريا، 2017 مصر، 2017 العراق. لا انا عايز 2017 مره واحده بس، وجواها كل البلاد. نعمل ايه؟ هنحطها في الفاليو، الكولوم، هنحطهم في الكولوم. هناخد تاريخ شحنها ونحطها هنا. شفتوا ايه اه اللي حصل تمام. بقى هنا؟ بصوا، حد خد باله ايه اللي حصل ولا لا؟ اه بصوا 2017 اهي، 2017 بقت اهي عباره عن، ركزوا كده، 2017 اهي، ودي 2017 بتاعت تكاليف الشحن. مش احنا قلنا ان في 2017 كميه وفي 2017 تبع الكميه تكاليف الشحن، فيها تفاصيل كتير. فهنا لما انت بتدوس على 2017 بيجيب لك الكميه وتكاليف الشحن بتاعتها، يعني احنا بعنا بقد ايه وتكلفة الشحن بتاعتها قد ايه. فاهمين قصدي؟ تمام. اهي تفاصيل كتير. يعني انت بص ممكن مثلا نشيل الكوارتر دي خالص ونشيل تاريخ الشحن ده خالص، نخليها بالسنة. يعني سنة 2017 في سوريا كانت بعنا ب 36,000 قطعة، وتكلفة شحنهم كان 30,000 جنيه. فاهمين؟ تمام. كده وضحت شوية صح؟ اه هو ليه بقى سؤال، هو ليه جايب يعني تو روز تاني جنبهم اللي دي هما الجمع الكمية بقى، الجمع. ما انت ممكن بقى تشيليهم. بص يا ستي، هنا هنا تقفي على اي حتة في الجدول ده، وفي حاجة اسمها هنا ديزاين، في حاجة هنا اسمها اوف، اللي هي اوف رو اند كولوم اهي، اللي هو بيجيب لك التوتال بتاعهم، يعني بيجمع لك دولت كده مع بعض. فانت بتروح الاقي توتال اللي هو دي اوف، فكده خلاص بقى كده مفيش جمع. فاهماني؟ هو اه دي تمام. زي حركه اجتهاديه كده من البيفت تيبل بس مش اكتر. تمام كده يا شباب؟ كده كده وضحت شويه. تمام طب تمام نجرب حاجه تانية، حد ممكن يساعدني في اي حاجه تاني؟ ممكن نجرب العملاء بالتكلفة بتاعتهم بالمسدد وبالباقي اللي عليهم. لا، علي أو صوتك بقى اللي كده يا عم صبحي، علي صوتك كده بقى عشان الموضوع انت بتتكلم فيه ده كبير قوي. تعالى بقى كده.
طيب نجرب العملاء العملاء اللي هي الوكيل قصدك. او الوكيل او الوكلاء ايون بتكلفة البيع بتاعتهم او التكلفة النهائية التكلفة النهائية النهائية باللي هم شاردوه المتبقية. والمتبقي تمام والمتبقي. يلا بينا، يلا بينا يلا هنعمل ايه، نقف في اي حتة ونعمل ايه يا استاذ الصبحي؟ insert pivot table. يلا بيفت تيبل. هو علمني حتى على على كل الجدول، اهو لو تلاحظوا اللي هي النقط المنقطة دي. تمام، وبيقول لي انت عايزها في نيو ورك شيت ولا في اكزيست، هنقول له ايه؟ exist exist أو أي حاجة. اكزيست. ما هو نيو ورك شيت برضه تفتح لك واكزيست، هندوس اكزيست، بيقول لي اللوكيشن فين، هنروح قايلين له اللوكيشن هنا، ننزل تحت كده ونحطها له هنا كده، دوس اوكي. تمام، الوكيل تمام اللي هو الوكيل اهو، الوكيل ده هنحطه فين يا صبحي؟ في الروب. في الرو. على فكره انت لو حطيته في الرو هيبقى بالشكل ده كده، لو حطيته في الكولوم هيبقى بالشكل ده كده اللي هو بالعرض كده. فمن الافضل كل ما الحاجه تبقى كتيره يبقى حطها في الرو، صح؟ وانا هحطها في الرول، انا هحتاج اعمل له فلتره ان ايوه هو ايوه ايوه يعني قصدي ان الطبيعي يا جماعه، الطبيعي ان الاسامي بتنزل كده مش بتخش بالعرض، فاهمين قصدي ايه؟ عشان بس دي المعلومه ليكم. ماشي يلا بينا. وبعد كده احنا قلنا ايه التكلفه، التكلفه النهائيه في النهاية اهو هنحطها تاخد هنا. value. طب اقول لك على حاجه، ثواني ثواني ثواني، مين اللي كان بيسالني نحط فين في الفاليو؟ الو كان في حد؟ انا كنت بسال حضرتك. روبي، بصي بصي، شايفه التكلفه النهائيه دي كده؟ تمام. انا شايفه فيها مربع اهو عامل زي التشيك ليست كده. تمام، بصي انا اول ما هدوس عليه ايه اللي هيحصل؟ خدتي بالك؟ نزلت هنا في الفاليو. لان البيفت تيبل فهمها ان هي هتتعمل عليها تعاملات حسابيه، فاهم قصدي؟ تمام في كده واضح يا روبي؟ اللي هي ايه يعني، تمام بمجرد ما بتحطي تدوسي عليها هو اوتوماتيك بيفهم ان دي ارقام، فالارقام هتنزل في خانه الفاليو، الخانه اللي الفاليو. بيحصل عليها ايه؟ عمليات حسابيه، فاهم قصدي؟ تمام تمام كده يا عم صبحي، يلا بينا. تمام وبعد كده نجيب تكلفة المسدد المسدد اهو، والتكلفة المتبقية والتكلفة المتبقية اهي برضو. في حتتين كمان كده يعني، لو تسمح لي، اتفضل. بما ان دول عملاء، وبما ان حضرتك زي ما تقول الريبورت ده بيروح ليفل مديرين اعلى وكده. شوية، فممكن المدير طبعا بيبقى محتاج يعرف على مستوى الشغل او الكوارتر او السنة. يلا بينا. ها ممكن تطلع برضه. طب بقول لك على حاجه، ركز بقى في الحته اللي انا هقولها لك دي. بص احنا ممكن نعمل لقطه حلوه قوي، طب هنروح معلش، زي كمان في حاجة كمان، علي السوق شويه. في حاجة كمان ممكن برضو بيبقى محتاج نعرف تاريخ البيع وتاريخ السداد، لأن هو ماشي، بيبقى الحركات دي برضو بتبقى مهمة شوية في موضوع هنا كان تاريخ، هنا أخبار بص الجيوش بص بتنزل. بص، هو احنا ما عندناش تاريخ البيع، احنا بص، مجموعة الأهلي التجارية دي مجموعة بتبيع لوكلاء، بتبيع لشركات، فاهم قصدي ايه؟ تاريخ الشحن يعتبر هو تقريبا قريب من تاريخ البيع، بالظبط تاريخ الشحن، صح جدع الكام يعني. جدع. يبقى بص بقى، ركز بقى في اللي انا هعمله، الموضوع ده انت برنس يا حبيبي. النهارده نعم، تقريبا بص هنعمل تاريخ الشحن اهو، هنحط تاريخ الشحن ده فين؟ اهم حاجة صبحي، اتفضل مع حضرتك، اتفضل هنحط تاريخ الشحن في الرو الرو في الرو. اهو بص بقى، ركز عشان الموضوع هيكبر قوي، الموضوع هتلاقيه ضخم قوي والله مش بهزر. هيبقى شيت هو كبير، بس هيبقى فيها لا مش معلومة هيبقى حلوة. تقيل، مش هيبقى تقيل، هتبقى داتا محتاجه تفاصيل. استنى بقى كده عشان ايه الموضوع هيكبر. تاريخ الشحن، وبعد كده تاريخ التسديد اهو، يا نهار ابيض ده الموضوع كبير جدا. بعد كده خلينا في دورة الاول يا عم. ماشي حاضر، بص احنا بس اول يعني اسمح لي، هو انا بقول مثلا ان هو يبقى حضرتك تنفذها معانا، لان ده الواقع العامل اللي بيكون في يعني كحسابات مثلا، يعني ده بالله حاجه على صوتك، بتتم بالله عليك بشكل على صوتك، كامل. بالله عليك على صوتك. طيب انا بقول لحضرتك، احنا بقول لحضرتك تنوم معانا بالميكانيزم ده او السيكونس ده، لان ده اللي بيتم في الحسابات فعلا، يعني ماشي حضرتك ماشي ماشي ده اللي بيتم. فانا حبيت يعني يكون معانا والزملاء بنفس الكيفيه او نفس الويل حتى مهما يعني. الله ينور، انا بحبك والله، بس وهنشوف دلوقتي اللي هيحصل. بصوا يا شباب، دلوقتي احمد صبحي بيعمل بقى معايا دلوقتي حاجه بنت لذينه قوي. احنا دلوقتي قلنا ايه، احنا جبنا الاول الوكيل، وجبنا التكلفه النهائيه بتاعته، وجبنا التسديد، وجبنا المتبقي عليه كام. يعني بص اقول لك على حاجه يا احمد، من الاخر انا شايف ان التكلفه اتفضل. النهائيه دي، انا شايف
ان هي ملهاش لازمه. يعني من الاخر احنا عايزين نشوف اللي اتسدد قد ايه والمتبقي قد ايه، صح؟ هو برضو ارجع اقول لحضرتك زي ما قلت قبل كده، هو كحسابات انا بحب اشوف ماشي ماشي يلا بينا قد ايه ماشي يلا بينا. انا موافق بيحدد قد ايه وبيع قد ايه، انا هو موافق انا موافق حسبه كده بنسب تحليل مالي كده، فاقصد ماشي يعني ماشي. استنى المدير بقى مالي لحظه او كده يشوفها يقطعها على طول. ماشي، تعالى بقى نبص بقى على التانية. احنا جبنا ايه بقى؟ ثواني بس نمسح ده كله ده كده عشان ايه نبقى عارفين بس احنا عملنا ايه. لحظه معلش يا ربي، كل ده بيترمي كل ده بيترمي. بص احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا التكلفه النهائيه، التكلفه المتبقيه لا بعد كده المسدد، تمام اهو. وبعد كده هناخد تاريخ الشحن، او تاريخ الشحن اهو قبل اي حاجه. تاريخ الشحن هناخده ازاي؟ هناخده ككوارتر يا احمد، ولا انت شايف ايه؟ ككوارتر كويس صبحي تمام نوصل تمام ماشي. انا هشيل المانس دي كده، هنخليه بس كوارتر، يعني هنخلي السنه بالكوارتر بس، تمام. وبعد كده هنحط تاريخ السداد، تاريخ السداد هنحطه ككوارتر برضو اهو. تعالى بقى عشان الموضوع كبر قوي. بص بقى يا عم بيقول لك ايه بقى. اولا بس تعالوا نشيل كلمه سم دي، لو تلاحظوا سم اوف سم اوف سم اوف سم اوف. فعشان نشيلها نعمل ايه؟ هنيجي نقف هنا كده وندوس كنترول اف ونكتب نعمل ريبليس دي. انا على طول بعملها الحركه دي سم اوف ونخليها ريبليس كده بس كده، تمام تمام تعالوا بقى بصوا بقى اللقطه الجميله اللي احمد كان بيحكي فيها. معلش لحضرتك، وقفت فين عشان تعمل نشيل كلمة سم اوف؟ تعالوا نعملها من الاول تاني. بص سم اوف اهي، انا وقفت اهو، ما هو العمود قصدي الرو اللي هي فيها اهو، صح؟ تمام انا وقفت على الرو كله اهو وعملت كنترول تمام. اف وكتبت كلمة سم اوف وعملتها ريبليس بفاضي، يعني تبقى فاضية تمام ريبليس كده اتعملت اهي. بصوا بقى الجمال بقى اللي صبحي بيحكي لنا بقى فيه اهو. وكمان احنا قلنا بقى ايه، مين اللي كانت بتقول لي شايفين كده يا شباب؟ تمام الو ايوه صبحي انت معايا؟ معايا مثلا يا مستر اتفضل. الو مع حضرتك يا مستر اتفضل. مع حضرتك معلش بالله عليك، الصوت فاضي قوي والله. والله العظيم والله معليه اكتر من كده، انا مش عارف هو. ماشي ماشي. بصوا يا شباب، مين اللي كان بيسالني على الجزئيه اللي فوق دي كده، اللي هو في 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 ثلاث اعمده تانيين؟ حد كان مين اللي بيسالني عن الموضوع ده؟ اسماء اسماء اكيد اسماء اسماء. طب بصوا عشان بس نشيل الثلاث اعمده دولت كده، هنيجي نقف في كلمه ديزاين. بصوا لما تيجي تقف هنا مش هتلاقي كلمه ديزاين، لما تيجي تقف هنا هتلاقي ظهرت كلمه ديزاين. ديزاين هتلاقوا في حاجه اسمها جراند تول توتال، زي اعملها اوف، فكده بقت الثلاث دولت بس، تمام كده يا احمد. وبعد كده هنيجي عند 2017 وندوس عليها كده. بصوا بقى الجمال بقى والحلاوه والموضوع حلو قوي. بصوا بقى ايه بقى اللي حصل. بصوا ان سنه 2017 اهو الجزء ده، نخلي الجزء ده كده باللون الاصفر عشان نعرف احنا بنتكلم عن ايه. ان مثلا نفترض مثلا دياز، ده اسمه دياز، دياز ده كانت تكلفه البضاعه النهائيه بتاعته كان 87000 جنيه، سدد 64000 جنيه، فال 64 من ال 87 ففاضل عليه 23000 جنيه. خدت بالكم يا جماعه؟ اه تمام. ممكن حضرتك تعيد تاني؟ بس ممكن انا اسيبكم بالله عليكم. بقول لك ممكن حضرتك تعيد تاني عشان لسه دافع. يلا بينا يلا بينا. بص احنا بعد ما عملنا، احنا جبنا التكلفه النهائيه والمسدد والتكلفه المتبقيه، تمام، وحصرناهم ما بين الاوقات بتاعه 2017 والكوارتر بتاعها، احنا ما حطيناش شهور، يعني ما بقاش في شهور، تمام. فعملناها ازاي؟ قلنا قسمناها ككوارتر. كوارتر يعني ايه؟ يعني ربع سنوي، يعني هو هنا كوارتر 1 وهنا كوارتر 2. كوارتر 1 اللي هو يناير فبراير مارس وهكذا، تمام تمام. فدلوقتي مثلا وكيل زي الاهرام ده، الاهرام في الربع الاولاني اهو، بصوا لو تلاحظوا في الربع الاولاني اهو، في الربع الاولاني تعالى كده نشوف كده لو ينفع نعمل ريبيت بالظبط اهي، حتى اتحسنت تاني. كانوا شايفين كده كويس يا شباب؟ تمام معايا؟ الو اه تمام. مع حضرتك يا اه. بصوا يا شباب اه، بصوا في الكوارتر الاولاني اهو، الكوارتر الاولاني
خليها بالاصفر اهو، كان زي ما قلت لكم ان الاهرام ده مثلا كان عليه 83000 جنيه اللي هي التكلفه بتاعته، دفع 56000، وباقي ال 83000 جنيه فاضل عليه 27000 جنيه. تمام كده يا شباب؟ وهكذا في كوارتر 2 اهو، وهكذا في كوارتر 3. وضحت كده شويه ولا ايه؟ وضحت قوي بجد والله، يعني فعلا فعلا انبسطت والله. الو. جدا يا مستر. طب الله ينور. طب تمام ماشي يا زين. طب حد تاني ممكن يطلع لي مصارين اي حاجه في الليله دي، ولا نحب ايه رايكم بقى؟ طب بصوا اقول لكم على حاجه، انا عايز اشوف كم دوله، يعني كم وكيل في كم دوله، فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني لو تلاحظوا الوكيل الواجهه بتاعته العراق، الفيوم الواجهه بتاعته مصر، انا عايز اعرف بقى كم وكيل هنا ينتمي لكم دوله هنا. ها سهله جدا صح ولا غلط؟ هنيجي نقف هنا كده انسرت بيفت تيبل، وهيقول لي اقول له في اكزيست، ونحط له الحاجه دي هنا كده، ننزل تحت كده تمام. فاقول له ان الوكيل هنحطها رو. لا نحط الواجهه الاول اهي. ولو تلاحظوا بقى يا جماعه، بس نسيت اقول لكم على حاجه، البيفت تيبل ما بيحطش ارقام مكرره. لو تلاحظوا الامارات البحرين ما فيش حاجه مكرره ما بينهم، مع ان الداتا دي كلها مكرره، فاهمين قصدي؟ فهو بياخد الاسم بس مره واحده، فاهمين قصدي ولا لا يا شباب؟ فاهمين حضرتك. وهنيجي بقى ناخد الوكيل، بصوا بقى ركزوا بقى في اللقطه دي، هنيجي بقى ناخد الوكيل ونحطه قدامها كده. بصوا اول ما نحط الوكيل قدامها، بصوا لو تلاحظوا الامارات نزل تحتها الخليفه، لا بس انا عايزه جنبيها. هنعمل ايه بقى لما تكون قدامها؟ هنيجي هنا ديزاين ريبورت، في حاجه اسمها شو انتابيولر فورم اهي، وبعد كده اعمل حاجه اسمها ريبيت. وهنا بصوا لو تلاحظوا في حاجه اسمها الامارات توتال، البحرين توتال، في هنا اسمها حاجه اسمها سب توتال، سب توتال دونت شو سب توتال اهو، بس كده. بصوا بقى ركزوا بقى في اللقطه اللي انا بقولها لكم دي، بصوا الوكيل قدام الامارات محمد بن سعدون، بصوا لو تلاحظوا العراق قدامها 2، الكويت قدامها 1، المغرب قدامها 1، سوريا قدامها 2، خدت بالكم ولا لا؟ ايوه. السلام عليكم. ايوه تمام. هو مش حضرتك قلت ان هو مش بيكرر الاسم؟ مش بيكرر ايه؟ الاسم. ما يعني مش بيكرر الاسم، افهميني، ما هو مش بيكرر الاسم لو قدامه اسم واحد بس، يعني مثلا سمير واخوانه ده او الشام قدامهم سوريا، فهتحط قدامهم سوريا، امال هتحط قدامهم ايه؟ هو مش هيحط حاجه اتكررت مرتين من الاخر. لا مش فاهمه. وضحي اكتر. يعني هو مش هيكرر البلد ولا مش هيكرر الوكيل؟ بصي يا ستي، بصي، هو اول حاجه لما انت بتحطي له، لما انا جيت حطيت الواجهه خدها اسم واحد بس صح كده؟ لما انا جيت حطيت الوكيل قدامها، قصدي الوكيل اهو، الوكيل اهو، الوكيل قدامه بلد، يعني مثلا سوريا دي قدامها وكيلين، فلازم يتحط قدامها اسم البلد، فاهمه قصدي؟ مصر دي قدامها وكيلين، فلازم يتحط اسم مصر. ماشي تمام. بس هي دي، هي بصي في حاجات كده ممكن تكون في الاول بتبقى رخمه شويه، بس بعد كده بتفهميها. طيب كده تمام كده يا شباب؟ تمام. طب بصوا بقى يا شباب، احنا هنتكلم بقى في حاجه بقى مهمه المره دي. احنا المره دي انتوا اللي هتحركوني، خلاص؟ انا عرفت كده كام اسم. دكتور هو انا ممكن اسال حاجه؟ اتفضلي. هو عدد الوكيل دي اللي احنا كنا بنشوفها، هو مش كان ممكن يعني نحط الوكيل في الفاليوز وهيطلع لي في كام وكيل في كل بلد عادي؟ طب والله يلا اهو، بس هو عد الوكلاء، هو عد كام وكيل؟ لا مش فاهمين، هو عد الوكلاء اللي ظهرت هنا، هو عد الوكلاء اللي ظهر، يعني مثلا الشام التجاره دي، بص يعني اقول لك مثلا على حاجه، تعالي مثلا نحط
حط الوكيل ده كده. لحظة لحظة هقول لك انا دلوقتي حاجة حلوة قوي. تعالي مثلا الشام للتجارة دي اتذكرت كام؟ 24 مرة. تعالي كده نشوف هنا، بس سؤالك ده حلو جدا، هقول لك ليه دلوقتي. الشام للتجارة، بصي لما نيجي نقف عليها ونعلم كده عليها كلها هتلاقي اتذكرت 24 مرة، خدتي بالك من دي؟ تمام. 24 مرة، هي 24 مرة. فأنت بتبقى عايزة، بصي هو فعلا أنت جدع على السؤال ده، بس السؤال ده للأسف هو إجابته صعبة شوية. بصي أنا همسح دي كده كلها. بص لما بتيجي تعملي، انا فاهمه يعني، هو صح، يعني هو بتتكلمي صح، بيحسب بتتكلمي صح، كله مظبوط. بغض النظر هم. لا لا انا هقول لك، انا ماشي. هنعمل انسرت. بصوا يا جماعه بقى، عشان اللقطه اللي هي عملتها دي هي لقطه ادفانس شويه. بيفت تيبل اهي، انت بتقول له اكزيست ولا نيو ورك شيت؟ ها بنقول له ايه؟ السلام عليكم. اكزيست اكزيست شيت. بص بقى اكزيست دي بقى، وتروحي مختاره اد تو ذيس داتا موديل، اد ذيس تو داتا موديل. هقول لك ليه دي بعدين اهو. نروح دايسين اللوكيشن بتاعها فين، نروح قايلين اللوكيشن بتاعها هنا وكده. بصي بقى ليه بقى، add this data to data model، دي بتفتح لنا خاصيه كده معينه اسمها، بصي مش احنا قلنا ان الواجهه اهي والوكيل هنحطه هنا، فهنا جمع عد الوكيل، بس عد الوكله عمل لها كاونت. هنا بقى لما تيجي تدوسي هنا كده value field setting هتلاقي في حاجه اسمها تحت اسمها distinct count. حد يعرف يعني ايه كلمه distinct؟ distinct يعني مره واحده، انت ما عرفتي منين مختلف، حاجه عدت عليكي، مختلفه. عدت عليكي الكلمه دي قبل كده؟ دي عدت عليكي فين دي؟ صعبه على فكره، مش سهله، مش كتيره بتتعرف، بس كده distinct count دي يعني عد، تعد مره واحده بس، distinct count او unique count. فاول ما تدوس عليها مرتين بس كده، او لو تلاحظي سوريا قدامها اتنين، مصر قدامها اتنين، صح كده، والعراق قدامها اتنين. تمام. بس كده يا ستي، بس دي كانت معقده شويه، دي بعيده شويه، بس كده. هو السؤال كان ايه مصر؟ معلش. نعم، سؤال الزميله كان ايه؟ معلش، السؤال الزميله ان انت لما بتيجي تحط قدامها الوكيل، الوكيل بيتعد، انا عايزه الوكيل يتعد مره واحده بس، فكان الاوبشن ده مش موجود اللي اسمه distinct count ده، فكان لازم عشان انت بتشغله لازم تعمل insert pivot table وتختار حاجه اسمها add this data to data model، بس كده. تمام ماشي، عشان تعد مره واحده distinct count، فاهم قصدي؟ تمام فهمت. بس يا بسمه جامعه يعني بصراحه تحفه الجمله دي صراحه، اللي هي distinct count. تمام بسمه انت معايا؟ الو، هي مش معايا. طب حد بقى يحركني بقى في الليله دي. بصوا بقى عشان ايه، انا بس عايز اوريكم بس انا بعمل ايه. بصوا ده مبيعات، رقم الفاتوره، رقم البياع، اسم المنتج، مخزن المنتج، سعر البيع، عدد القطع، قيمه الفاتوره، تاريخ البيع. حركوني انتوا بقى يا شباب، نعمل ايه عشان نلخص الداتا دي؟ يلا بينا، يلا بينا. انا معاك، انا معاك يا صبحي والله، انا بحبك حبيبي. يلا بينا. برضو من وجهة محاسبية، برضو من وجهة محاسبية. حاضر. طبعا هنحط اول حاجة رقم الفاتورة. لا استنى بقى، استنى نعمل اول حاجة ايه، نعملها بيفت تيبل. بس لا انا بديك تحدي حتى التصور يعني. طب قول لي التصور بتاعك ايه وانا انفذه، انا بحب اللي يحركني. طيب احنا طبعا هتبقى بالبائع او بالفاتوره على حسب ما حضرتك تحب يعني. مثلا هنقول مثلا، بص اقول لك على حاجه يا صبحي، انت اعمل جدول وخلي بعد كده الناس تعمل جداول زيك، يعني انت ابتدي انت البدايه، قول لي مثلا تحب نعمل ايه بايه. خلينا نربطها بالبائع، نقول مثلا البائع الفلاني اخذ كام فاتوره، لا باع كام مثلا، افترض باع كام، باع بقد ايه وكم قطعه، ايه رايك؟ مفيش مشكله، يلا يلا بينا. يبقى قول لي بقى نعمل، طب احنا ممكن نعملها بعد اذنك، ممكن نعملها في اسم المنتج، يعني نقول اسم المنتج ده اتباع كم مره، يعني اتباع منه قد ايه. بص يا روبي انت الجايه، خلاص انت اللي جايه، يلا بينا. تمام يلا انسرت، يلا يا صبحي بيفت تيبل، ونخليها ونخليه هنا يا صبحي، نخلي البيفت تيبل هنا، ايه رايك؟ يلا بينا. ان اكزيست هنا كده، اوكي. بص بعد كده نعمل ايه؟ اوكي بعد كده، اوكي بعد كده رقم البائع، اول ما ادوس على رقم البائع بص اللي هيحصل، رقم البائع اراه
يعني اللي هو جمعه، عشان رقم البيع عبارة عن أرقام، فأنت بتقول لأ أنا عايز رقم البيع ده يبقى هنا في الرو. في الرو تمام؟ تمام. وبعد كده هنجيب عدد القطع، عدد القطع أهي، ونحطها في الفاليو، فهو عملها لي صم، جمعها لي. تمام. وبعد كده سعر البيع، لأ قيمة الفاتورة بقى كلها، ما فيش مشكلة. قيمة الفاتورة ماشي بس كده. كده احنا تمام قوي كده، فنعملهم كده بس كده. كده اهو، كده احنا بقى عندنا البياع باع قد ايه وبكام، ونعمل ممكن نعمل مثلا كليك يمين سورت من اعلى لاصغر. فالراجل ده تمام. البياع رقم واحد ده باع ب 178 قطعة ب 153000 جنيه، وهكذا. يلا روبي، شكرا شكرا صبحي، تمام. يلا روبي. هنقول اسم المنتج ماشي، واتباع منه كم عدد قطعة؟ القطع قد ايه. ماشي يلا، اهو انسرت بيفت تيبل، ونقول له نحطها لي هنا كده فوق هنا كده. اوكي، هنقول له اسم المنتج واتباع منه عدد قطع قد ايه، ونعمل كليك تمام. يمين، ونعمل ايه سورت اللي هو من اعلى لاصغر، بسورت لارجست سمولست. فقال لك ان تمام. المنتج الكبير، المنتج اكبر منتج اتباع منه حتت، المنتج رقم 4 اتباع منه 386 قطعة. تمام كده يا شباب؟ تمام. ها مين يساعد تاني؟ ألو، السلام عليكم. ايوه مع حضرتك. يلا ايه يا اسماء، انت لسه جايه يا اسماء؟ لا موجودة اهو. طب يلا اهو، يلا تمام. نعمل حاجة تانية. يلا نعمل ايه مثلا؟ ممكن نقول مثلا عدد القطع تمام، وقيمتها كانت قد ايه، قيمة الفاتورة بتاعتها كانت قد ايه. يبقى الفات يبقى انهي فاتورة؟ بس الفواتير هنا متكررة. لحظة يا ستي هقول لك انا ليه. هل هنا الفواتير متكررة؟ انت عارفة لو انا لا قلت مش له كام مكرر. فاتورة اتباع منها قطع قد ايه، هينزل لي نفس الناتج ده هنا، هو هينزلها لي هنا. لا مش بنقول كام فاتورة، احنا بنقول عدد القطع، ولا هو لازم ندخل معاه رقم الفاتورة؟ ما هو عدد القطع من خلال ايه؟ يعني عدد قطع ايه في ايه؟ طب انا هديك انا مثال. احنا ممكن نقول انهي يوم اللي اتباع فيه عدد قطع اكتر، ايه رأيك؟ ماشي يلا بينا. ماشي تمام. هنقف هنا انهي يوم كده. يبقى ناخد تاريخ البيع. نعم؟ هنقف مثلا نعمل insert table، insert pivot pivot table. table ونحطها مثلا هنا اهو. ثانية لحظة ايه اهو، بيفت تيبل هنا هنا. اوكي اقعد اختار exist لي هنا. table. لا لحظة لحظة، اختار لي هنا، نقف هنا انسرت بيفت تيبل، ونقول له اكزيست، ونقول له حطها لي هنا هنا كده. اوكي، هنقول له اليوم تاريخ البيع اهو، ونقول له عدد القطع اهي، ونعمل كده كليك يمين سورت لارجست وسمولست. لقينا ان اكتر يوم 8 ديسمبر اتباع فيه 148 قطعة. وممكن كمان نعمل حاجة، عشان بما ان المخزن يعني متكرر فيه الله ارقام عليكي الله شبيهة عليكي ببعض، بجد، هو ده اللي كنت محتاجه. ماشي يلا اهو المخزن نعمله اللي هو ببعض. يبقى اسم المنتج، ونشوف المخزن نحطه يشوفه صح مقرر صح هيدينا يعني يبقى ايوه يجمع. صح، على فكرة صح. يبقى المخزن طلع من عنده او اتباع من عنده كام منتج؟ لا اسم المنتج المنتج ده موجود في كام مخزن؟ صح، بعدد القطع، بعدد القطع تمام. صح كده. يلا بينا، يلا اهو انسرت بيفت تيبل، ونحطها فوق هنا، خليها هنا كده. اوكي، برضه انا بختار هنا غلط. ماشي انسرت بيفت تيبل، ونعملها اكزيست، ونحطها هنا كده هنا كده. اوكي، يبقى مخزن المنتج اهو، وعدد القطع اهي كده. هيتقابل ايه بقى عندنا؟ ها روبي، اتحط اسم في ال المنتج، اسم المنتج اسم المنتج اتحط في الرو. بس لحظة بقى، لو انا حطيت اسم منتج في الرو، بص المنظر هيبقى عامل ازاي. هنا بقى يجي بقى ايه بقى فكرة ايه، هقول في لك ليه الكولوم. بقى، اسمعيني بقى. هنا بقى يجي فكرة ايه بقى يا روبي، فكرة ان انهي اكتر، اسم المنتج اكتر
ولا اسم المخزن اكتر؟ لو تلاحظي اسم منتجات كتيره، خدتي بالك من دي؟ تمام. فهنخليها في الرو اول حاجه واسم يعني. المخزن اكتر. بصي اسم المنتج هنخليه هنا كده، خدت بالكوا اهي. وبعد كده هنعمل ايه بقى يا روبي؟ هنخلي مخزن المنتج في الكولوم. بصي المنظر هيبقى حلو ازاي كده. تمام. فهمتي الفكره ولا لا؟ يعني قصدي ايه؟ تمام تمام قصدي ان المنتج اكتر لو انا ركزي كده، لو انا عكست الايه. بص لو انا خليت اسم مخزن هنا وخليت اسم منتج كده، بصي هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى شكله مش عاطفي خالص، هيبقى شكله مش حلو، صح ولا غلط؟ خدتي بالك من اللقطه دي؟ تمام. لكن لو عكستها هيبقى كده احسن، صح؟ تمام. وندوس كليك يمين هنا كده ونعمل سورت ونخليها هنا. بيقول لك ان اكتر مخزن اربعه في، خليها كده، مخزن قصدي واحد، ثواني، مخزن واحد اهو، مخزن واحد اتباع في عدد قطع من المنتج اربعه ده 386 قطعه. حد واخد باله يا جماعه ولا ايه؟ ايوه يا شباب انتوا معايا ولا ايه؟ ايوه مع حضرتك. انتوا كويسين يعني؟ تمام. بصوا بقى حاجه بقى برضو جميله جدا، ان انتوا تقدروا تعملوا جروب للتاريخ ده. بصوا التواريخ هنا يا جماعه تاريخ كلها شهر ديسمبر، فممكن تعملوها ككل اسبوع. فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا عايز اعمل كل اسبوع في شهر ديسمبر اتباع منه قطع قد ايه؟ هنعمل ايه عشان نعملهم كلهم كجروب كده؟ ها؟ حد فاكر انا عملت ايه؟ هندوس تجميل بقى. بندوس انسيرت وبعد كده فيجيتيبل. لا 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 في الجدول ده كده، هندوس كليك يمين، حاجه اسمها جروب اهي. ايوه. بصي بقى ركزي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انت عايز تخليها ايه؟ انا اقول له بص اقول لك على حاجه، انا عايز اخليها بالدي، واقول له اعملها لي كل 7 ايام. خدت بالكوا ولا لا؟ الو؟ ايوه كل تمام. 7 ايام يعني ايه؟ يعني كل اسبوع. الو؟ ماشي، كل اسبوع هيطلع ايه؟ زي ما كنا بنقسم الكوارتر. يا ست يا اسماء، احنا قلنا ايه؟ اليوم احنا عندنا الايام هي كتير، فانا لا انا عايز مش الشهر عندنا 4 اسابيع؟ ده كل ده شهر، يعتبر كل ده شهر. تمام؟ فانا عايز اعرف، مش همسك يوم يوم، انا اقول له ايه؟ طب جمعها لي كل اسبوع. ما انت بتلخصي يا اسماء، كل شويه بتصغري الدنيا. تمام. هنروح دايسين كليك يمين اهو جروب، ونخليها بالدي، الدي اهي، ونشيل المانث دي، ونقول له كل 7 ايام، وندوس اوكي. بص ايه اللي هيحصل. بص قال لي من يوم 1 ليوم 12، من يوم 1 ليوم 7، من يوم 1 ليوم 7 احنا بعنا 898 قطعه، ومن يوم 8 ليوم 14. خدتوا بالكم ولا لا؟ هنا الشهر قبل اليوم، هنا الشهر قبل اليوم. تمام. ومن يوم 8 ليوم 14 بالكذا، ومن يوم 15 ليوم 21 كذا، ومن يوم 22 ليوم كذا. ايه رايكم؟ تمام كده احسن. حلوه جدا. تلخيص يا جماعه، كل شويه تلخيص، صح ولا غلط؟ تمام. ده بقى اللي انا بقوله لكم. بصوا بقى يا جماعه، بقى في بقى حاجه بقى حلوه جدا 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 بتحصل. بصوا يا شباب، في حاجه اسمها بيرسنت اوف. يعني ايه بيرسنت اوف؟ يعني انت عايز تعرف مبيعاتك دي من توتال المبيعات عامله كام في الميه. مبيعاتك يعني مثلا احنا الاسبوع الاولاني ده التوتال بتاعهم 3400 ده، تمام كده يا شباب؟ فهو عايز يعرف التوتال ده، المبيعات قصدي اول اسبوع عامله كام في الميه من التوتال ده. فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ تمام. لا انتوا لا، في ناس مش فاهمه، في ناس مش فاهمه. يعني بصوا يا شباب، فاكرين في اول محاضره خالص لما جيت حكيت لكم اللبن، الناس اللي بتبيع لبن، مبيعات اللبن دي كام في الميه من مبيعات المحل كله؟ فاهمين قصدي؟ ايوه، من اللي موجود في المكان كله. كله تمام؟ ففي حاجه بقى اسمها كليك يمين، شو فاليو از، اللي هي ايه بقى؟ من الجراند توتال. اعملي نسبه من الجراند توتال. اول ما ادوس عليها كده قال لي ان مبيعات اول اسبوع 26%، وبقيه المبيعات كلها 25، يعني يعتبر ارقامهم كلها قريبه من بعض. تمام؟ تمام. طب دلوقتي لو احنا فكينا الان جروب ده، عملت لهم ان جروب،
وبقت كلها عباره عن ايام، ودوست كليك يمين وقلت له ايه شو فاليو از جراند توتال. بص قال لك ان مبيعات يوم 8 ده 4%، وكل المبيعات الباقيه بصوا حتى لو تلاحظوا يوم 28 ديسمبر ده 2%. خدت بالكم؟ لو احنا حطينا حط عدد القطع تاني هنا كده هيقول لك ان مبيعات 28 ديسمبر 85 قطعه، اما مبيعات 8 ديسمبر 180 140 قطعه. فاهمين الفرق ما بين ده وده؟ يعني هي بتتعمل على اليوم بس، ما بتتعملش على التوتال اللي انا بعته. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني البرسنت بتتعمل على التوتال ولا بتتعمل على اليوم اللي انا بعت فيه بس؟ يعني انا اعتقد ان حضرتك تقصدي فرضا في عدد قطع ما تباعش، صح؟ بص لا، انا عايزه اعرف انا بعت كام في المية من اللي عندي في يوم، هتتعمل على يوم معين بس ولا هتتعمل على كل الايام؟ كل الايام. تمام. ما هي دي كل ايام، اهي ما هي كل ايام. يعني بصي، وليكن نفترض كده عشان بس اوضح لك الفكره، انا عندي محل بيبيع البان، تمام، وبعت اللبن ب 1000 جنيه النهارده، تمام، وبعت حلويات وجبنه وشيبسي مثلا ب 3000 جنيه، تمام. سامعيني كده؟ سامعيني كده روبي؟ صح. سمع. لما اجي اجمع ال 3000 زائد ال 1000 هتبقى كام؟ 4000 جنيه. 4000، صح كده؟ فعشان اعرف بقى مبيعاتهم بقى كام في الميه، فبقسم ال 1000 جنيه بقول يساوي ده 1000 جنيه على ده، فطلع لي كام؟ قال لي دي مبيعات الالبان 25%، اما مبيعات الجبن والشيبسي هتبقى الباقي بقى اللي هو ايه 75%. فاهم قصدي ايه؟ تمام. بس كده. فانت بيقول لك ايه؟ ان مبيعات يوم 8 ديسمبر 140 قطعه، اما مبيعات يوم 28 ديسمبر 85 قطعه، قلت جدا، يعتبر النص. عشان كده دي واخده 2% ودي واخده 4%. فاهم قصدي؟ طيب انا عندي سؤال بقى. اتفضلي. هو احنا البيفت تيبل ده ما نقدرش نستخدمه في اكتر من شيء؟ يعني ايه؟ وضحي لي اكتر. يعني مثلا انا شغاله اتش ار، تمام، وانا عندي كل شهر في الشيت الاكسل شيت بتاع البيرول، تمام، فانا حبيت في وقت اطلع صح. نسيت صح، اقول لك على حاجه. انا من ضمن شغلانتي يا اسماء، من ضمن شغلانتي ان انا داتا اناليست وبعمل الكوميشن بتاعه الشركه كلها، يعني يعتبر انا داخل في البي رول شويه. فاهماني؟ الكوميشن والكي بي ايز وكل حاجه بعملها انا. اتفضلي قولي. فانا مثلا حابه اعرف الاجازات المرضي اللي اتاخدت خلال السنه، اللي ايه الاجازات مثلا المرضي للموظفين اللي اتاخدت خلال السنه، فانا تمام. عندي كل شهر لوحده عندي فلان خد كام يوم مرضي، تمام، سواء كانت اجازه مرضي فاهم او فاهم تحت فاهم بند ضابط عمل. فاهم. فانا بقى هاجي مثلا اعمل في اخر السنه او في نص السنه عايز اعمل حصر بعدد الاجازات المرضي اللي اتاخدت من شهر 1 لحد شهر 6. طب انا هل عايز ده اسال سؤال. اقدر استخدمها بالبيفت تيبل؟ اتفضل. سؤال، انت لما بتيجي تجمعي الحاجه بتجمعيهم في شهر 1، شهر 2، شهر 3، صح كده المنظر ده؟ صح. هي متجمعه عندي في الاكسل شيت شهر بشهر. ايوه، يعني قصدي شهر 1 وتروحي قافله الاكسل شيت، شهر 2 عاملاها كده اكسل شيت، شهر 3 اكسل شيت. طب بصي عشان نبقى يعني الموقف ده انا وقعت فيه، بس انا عايز بس ايه انت تخرجي منه فيه. بصي يا ستي، اول حاجه انت هتجمعيهم كلهم تحت بعض، تحت بعض كل شهر تحت بعض، يعني مثلا شهر 1 لحد هنا، شهر 2 لحد هنا، شهر 3 لحد هنا، وتقدري بعد كده تشتغلي عليهم كبيفت تيبل. ونصيحه مني يا اسماء، يعني نصيحه، انا لازم اجمعهم كلهم في اكسلايه واحده. بالظبط. وانا كمان عندي عامل فيديو على اليوتيوب هبعته لكم ازاي تجمع اكسلات كتيره في مره واحده، تمام، يعني مش محتاجه تعمليها مانيوال كمان. خلاص. تمام. حاجه بقى مني ليكي، انك لما تيجي تسجلي بعد كده الناس سجليهم كلهم في شيت واحد، يعني شهر 1 كله يبقى هنا، شهر 2 كله يبقى هنا، شهر 3 كله يبقى هنا، وهكذا. تمام. هي بس بتفرق لان بيبقى العدد كبير، يعني ايوه مثلا المشكله الاكسل شيت يعني هتبقى اكتر من 200000 مثلا؟ اكيد لا. لا مش قصدي كده، انا اقصد ان كل شهر مثلا ممكن يبقى نفس الموظف واخد الشهر ده يومين، الشهر بعده خد ثلاثه، ممكن واحد تاني ويجي واحد يعني زياده. ايوه. ما انت فالداتا تبقى هتعملي ايه؟ كتيره. ما هو بصي ركزي، انت هتعملي ايه؟ يعني وليكن مثلا ده واحد واحد، واحد اثنين،
ركزي في اللي انا هقوله عشان طيب تفهمي فكرتي ماشيه ازاي اهو. بصي في اللي انا هقوله ده مثلا هنا اسمها ايه مثلا مرضي سيك مثلا اسمها سيك والتانيه اسمها ايه مثلا سيك التانيه انجورد مثلا اصابه انجرد انجرد يعني اصابه انجرد اهي ايه تاني بس هو كان مرضي ماشي. تحت بند مرضي اكتر ماشي واحنا بقى الموظف ماشي ركزي بس في اللقطه دي وانا هجيب لك يا ستي بيانات موظفين اهو اهو مش ده الشيت اللي عندك مش ده نفس الشيت كده يبقى عندك صح كده يعتبر نفس الشيت اهو تمام تمام واحد خد مرضي حسين يزن ده خد مرضي ادي واحد خد بعد كده بعديها بيوم تاني يوم خمسة ده مثلا يبقى لازم بقى تتعكس يبقى مش كده بقى هتبقى كده بصي ازاي هقول لك يبقى كده وناخد ده كده نبقى نخليه كده هتكون بالعرض هو قصدك ان هو خد يوم مرضي على مدار يبقى مش لازم الاسامي بقى تتحط يبقى زي ما احنا يبقى انا هقول لك بقى ازاي لا بقى. هو شرط الاسم هو شرط الاسم اعرف اقول لك مثلا ليه اقول لك ليه اصبري اصبري لحظه بصي مش هو انت طبعا مش هتحطي كل الاسامي وتحطي المرضي اهو ده كده المرضي يوم واحد خد مرضي طب يوم اتنين هتروحي نقلها كده هنا كده او يوم مثلا 12 واحد اهو كده تمام ده كده وتسميه الحته دي كده اسمها ايه اللي هو السك تمام تمام خلصنا مثلا الشهر كله مثلا زي مثلا حسين يزن ده مثلا خد خد مثلا 3 مرضي مثلا نفترض تمام هنيجي بقى اخر الشهر خالص هنيجي هنا او اخر الشهر مثلا هنيجي هنا بيانات الموظفين هنيجي هنا نعمل كده سك فاكره معادله سام اف اي سم اف وهنيجي هنا كده اهو وبعد كده كده بعد كده دي وهنيجي نختار الكرايتيريا نختار الكرايتيريا هنا هتلاقي كل دولت زيرو ما عدا مين اللي هيظهر ها متوقع مين حسين يزن تلاتة ايه رايك تمام كده حضرتك بعد ما عملت المعامله عملت ايه تاني المعادله نعم قولي كده تاني بعد ما عملت المعادله عملت ايه تاني يعني المعادلة دوست بس سحبتها كده يعني تحت تمام ايه رأيك يا ستي يعني كتبت المعادلة وسحبت لتحت بس في مربع المربع الصغير اللي هو العلامة الزائد اللي بتظهر تسحبيها كده لتحت فاهم قصدي ايه تمام. يا اسماء يا اسماء يعني قصدي ايه الشيت ده يبقى فاضي كده يا اسماء يعني الشيت ده يبقى كله فاضي خلاص وتحطي بس التواريخ تحت بعض واللي بيتعب تكتبي اسمه هنا ورقم وال 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 والاجازه اللي خدها بعد كده تعب بعديها بكام يوم يبقى هنا وتحطي الاجازه بتاعته واخر الشهر تروحي جمعهم على بعض فاهمه قصدي كده اوضح على فكره كده احسن بكتير على فكره تمام تمام يعني هي بتكتب اسمه في الايام اللي خد فيها اجازات بالظبط اهو محسن يزن اهي 3 مرات اهي في 3 ايام مختلفه في 3 ايام مختلفه ولما نيجي نقبض هتروح عامله صم اف اهي صم اف اهي هتلاقيها طلعت السك او طلعت سك طلع عليه 3 ايام اهو فاهم قصدي تمام فكده تبقى احسن ليكي فاهم قصدي كده تبقى احسن بكتير تمام بس كده في حاجه تانية اسمها عايز تسالي فيها لا تمام هي كده جمعت عدد ايام المرضي بتاعه اللي هي خلال شهر واحد بس او اي شهر يا اي شهر يعني قصدي ايه ما انت ممكن بقى تختاري طب تعالي اهو يا ستي مش احنا قلنا هنا اهو خلال شهر واحد اهو مثلا ده سك وخلال الشهر مش ده كده شهر واحد اصل لا انا بقول خلال شهر معين يعني هي كانت عايزه يعني تجمع كذا شهر يعني مع بعض بالظبط يعني قصدي ان هي بتبقى تتحل يعني قصدي ايه يعني ان هي الموضوع هيكون بيحل يعني مثلا ممكن تقسميها ازاي اقول لك انا اسماء تحسبيها ازاي مثلا لو انت مثلا شهور مع بعض دي واحد اتنين تلاته تمام سامعني كده اسماء تمام كده 22 كده 22 ونحط هنا جان جان بس كده يعني ده اليوم وده الشهر يبقى ده الدي وده هنا المانث تمام
وضحت كده يا ستي؟ تمام. ف ونحط يا ستي ده المانث، المانث اللي هو ديسمبر، وهنا بصي لو تلاحظي، لو تلاحظي هنا هيكون واخد سك في فبراير، وهنا واخد سك في ديسمبر، وهنا واخد سك في جون. خدتي بالك ولا لا؟ انت معايا ولا انت؟ ايوه مركزه. تمام تمام. بص يا ستي، فكده ده شهر فبراير وديسمبر وجون. فاسهل حاجه خالص تروحي عامله كده، في بقى بدل سم اف في حاجه اسمها سم افس، افس بالسين دي، اي سم، سم افس، افس اي. بيقول لك السم رينج، امشي بقى ولا المعادله. السم رينج ايه؟ السم رينج ده بيقول لي المجموع، انت عايز تجمع ايه؟ اقول له انا عايز اجمع السك كله، كل السك. تمام كده يا اسماء؟ بعد كده ادوس كوما. المعادله هي لسه. بيقول لي انت عايز تعد ايه؟ بقول له انا عايز اجمع. بيقول لي انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور هنا. اللي انا اسم الموظف، اسم الموظف اهو. تمام. بعد كده ادوس كوما. يقول لي الكرايتيريا رقم واحد اللي هي فين؟ اقول له هي دي اللي هو ده اسم الموظف. بعد كده بيقول لي الكرايتيريا رينج الثانيه، انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور في الشهر. بعد كده الكرايتيريا رينج، الكرايتيريا الثانيه بقى، اقول له انا عايز بتاعه شهر ديسمبر. خدت بالك من ان انا كتبته كده ديسمبر دي؟ وادوس ايه؟ وادوس انتر واسحب. بص يا حسين يزن ايه اللي حصل له؟ حسين يزن جاله واحده بس، لان انا كنت بدور في ديسمبر، انا ما جمعتش كل دول، لان حسين يزن عنده فبراير وديسمبر وجون، انا قلت له انا عايز اللي في ديسمبر بس، فجاب لي اللي في ديسمبر. فاهم قصدي ايه؟ طب لو انا غيرت مثلا وقلت له انا عايز فبراير، هشيل كلمة ديسمبر وحط مثلا فبراير ولا ايه؟ بس كده. شكرا اوي، اي خدمة يا جماعة. تمام تمام. يعني انا بكتب سم ولا اي اي اف اس؟ سم اف. بصي سم اف دي، دي 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 التطور بتاع سم اف. سم اف شرط واحد. تمام. سم اف شروط. تمام. انا مبسوط. وبعلم على ثانية السك، وبعد كده اسم الموظف. بس كده. المعادلة هي موجودة، انا كده كده مسجل الفيديو. تمام تمام يا شباب. تمام. انا خلصت، وانا والله مبسوط جدا ان انا عرفت ناس زيكم. ناس سريعه وناس متفاهمه وناس بتجاري معايا، انا مبسوط. واتمنى، انا هقفل الشير ده كده، واتمنى انكم فعلا فعلا تكونوا مبسوطين، لان والله فعلا انا مبسوط ان انا اديت لكم معلومات، ان شاء الله كنت فادتكم. هل انتوا استفدتوا النهارده ولا لا يا شباب؟ الناس اللي عامله ميوت خالص دي، هل انتوا استفدتوا ولا لا؟ يعني افتحوا كده الميوت كده، اتكلموا معايا شويه. انا عن نفسي استفدت. استفدنا جدا. طب يا ستي ماشي، انت اسمحتي في اتش ار، ربنا يعينك. يعني انت تلاقي كل حاجه عايزه تعمليها اوتوميشن. ماشي يا شباب، انا مبسوط، وان شاء الله بكره تبقى اخر محاضره ان شاء الله، واشوفكم على خير في كورس ان شاء الله. ان شاء الله بيتجهز خلاص كده، خلال كام يوم كده، او خلال الشهر ده هيكون داتا اناليسز، اللي عايز يقدم يقدم، احنا نشرح فيه تحليل بيانات. فان شاء الله ان شاء الله يكون حاجه، تحليل بيانات ده بقى يبقى حاجه كبيره كده، حاجه عملاقه كده شويه. فان شاء الله ان شاء الله تستفيد. هو معلش انا بس ممكن، انا كنت عايز اسال حضرتك حاجه. اتفضلي يا رب. هو الاكسل المحاسبي غير اللي احنا بناخده ده ولا هو؟ لا الاكسل اللي هو، بصي الاكسل اللي انا بحكيه ده، ده الاكسل اللي بيمشي على اي حته، حتى لو اكسل هندسي. المحاسبي ده بيبقى فيه شويه، يعني مثلا قائمه دخل يوميه امريكيه، قائمه استاذ، اللي انت يقول لك ايه بيروح فين بس. لكن اللي انا بشرحه ده الاساسيات. اللي هي زي استاذ عام واستاذ مساعد والحاجات دي، اللي هي بتبقى برنامج خاص بالمدين والدائن والحاجات دي. لا مش كده، انا عايز اوصله لك ايه؟ ان الاكسل اللي انا بشرحه ده اكسل عام. الاكسل المحاسبي تمام، اللي هو يقول لك ايه، ازاي تعملي قائمه دخل. إيه استاذ صبحي، انت معايا صبحي؟ صبحي حضرتك يا مستر، انت بتستخدم اكسل يا صبحي صح؟ اكيد اللي انا بقوله ده صح. صح. انت ازاي تعمل قائمه دخل، ازاي لو دوست كتابه هتقرا فين، لو عملت ايه يروح فين، ويجمع في الاخر ويطرح في الاخر وحاجات كده، صح ولا غلط؟ ايوه صح. فلكن اللي انا بحكيه ده كله حاجات جنرال كده، اي حد يستخدمها، مش شرط. ايوه بالظبط. بص حتى لو اكسل، بقول لك ايه، حتى لو اكسل هندسي، لو اكسل طبي، هو اللي انا بشرحه ده يتشرح لاي حته. يعني كلام حضرتك يا مستر، انا في زمايلي مهندسين بيستخدموا فايبر بروجكت تيبل اكتر مني انا كمحاسب. بقول لك ايه يا صبحي، اتفضل. البيفت تيبل ده اختراع.
والله هو انا عندي مهندسين بيستخدموه اكتر مني انا يا كمحاسب والله جدعان يعني. يا شباب يا شباب، انا بقولها لكم، داتا كبيرة لما تكون قدامكم داتا كبيرة استحالة تشتغلوا، البيفت تيبل ده هيلخص لكم الدنيا في لحظات. انتوا خدتوا بالكم لما احنا قعدنا نشرح التكلفة المسددة والتكلفة المتبقية والارقام الغريبة دي؟ دي كانت ارقام كبيرة جدا، فقعدنا نشتغل عليها في لحظات خلصناها. تمام تمام كده يا شباب، انا مبسوط جدا واتمنى ان شاء واحنا الله اكتر اشوفكم بكره. بالله عليكم اشوفكم بكره، ان شاء بكره الله. هتبقى اخر محاضره، المحاضره بتاعت بكره دي هنشرح فيها الرسومات البيانيه وازاي تعرف تلقط، او مديرك يعرف يلقط الارقام بسهوله السهوله. على فكره اللي احنا شرحناه النهارده كلها كانت ارقام عباره عن ريبورت كده، لكن بكره هيكون عن رسومات بيانيه اللي هي بقى ايه، مين واخد ايه، واكبر حاجه واصغر حاجه. الموضوع هيعجبكم قوي. ماشي يا شباب، ماشي إن شاء الله. شكرا جدا ليكم، وانا مبسوط قوي، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم بكره بقى، بكره الساعه 11 الظهر الصبح قصدي. ماشي يا شباب، بإذن الله. شكرا لحضرتك جدا. شكرا جدا ليكم يا جماعه، شكرا جدا ليكم، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.